يا سيدي احتك تك الله في كل مكان، تك الله حبق السوسان حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان شي تعمل شي وبدا يمشي. سميتي الحاجة نفيسة وبنيتي بنت الديوري، وفي عمري 80 عام كثر، كنت بتحت على ايام الصغر كاع، وكنت ندير الصحيح وكنت ندير هذا، ومين كنت صغر كنت نلعب، وكنت انا اللي تنديرو الدراري الصغار، كنت داكشي اللي كانوا تيديرو الدراري الصغار كنت نديرو. ايوا انا شنو نقول لك شنو تندير؟ نوض في الصباح تنغسل فمي وتنصوب وتنصلي وتنمشي نفطر، ناكل لي كتاب الحليب والقهوة اللي كتب الله اللي فرزقي تناكلو، ونخمل نطوي غطاتي ونخمل بيتي ونخمل نطوي حوايجي، ولا عندي لوسخ تنصبن ونصب طنجرة الماكلة ديالي وتنطيب ونصوب الدار، نجفف ونصوب الدار. هادشي كله كنت نديرو ملي كنت صغيرة، دابا ما بقيت ندير شي. جا محمرين طيبتهم، عملت لهم الملحة لازم هذيك الهضرة عليها، والفلفلة الحمراء وشكين جبير والثومة والبصلة وشوية الزيت ماشي بزاف والزبدة، وتنطيبو حتى تيطيب، وتنزول داكشي ديال البصلة والثومة وداكشي تنطحنهم، ماشي في الميكسور، الميكسور تيديرو كشكوسة، تنعملهم وتنحكم معلقة وصفايق. انا ما تنخرج للسمقه بزاف، ما تنمشي ما تنجي جالسه في الدار، الحمد لله ما عندي ما ندير. ملي كنت صغيره كنت تنمشي للمارشي وتنخرج وتنمشي عند اولادي وتنمشي عند حبابي وتنخرج للسمقه، ودابا ما بقيت نمشي شي. انا من هنا لتما ما تنقدرش نمشي حتى نخرج للسمقه. دابا هذا المرض هذا هو اللي عذبنا، ماشي عذبنا فتنا في دماغنا، خوفانين اللي دق علينا عندك اللي غادي عندك، ما بقينا نشوفوا حبابنا، ما بقى يمشيو عند وليداتنا ولا يجيو وليداتنا عندنا ولا حتى حاجه، جالسه في الدار ما تيجي عندي حتى واحد. ايوا المعمول عند الله، ربي يعطي يفرج علينا منين يرفد علينا هذا المرض، ونتلقى الله سراحنا. كنت انا خلق ترابي في الدار البيضاء، ومشيت لفاس كنت فيها، ولدت تما وليداتي وكبرتهم تما، جوجت تما كان راجلي ساكن وجوجت تما. كان ديك الوقت الوالدين هما اللي تيجوجوا ولادهم، ما تيخيروهمش يقولوا هذا، تيجي تيشوفوا الراجل بعقلوخ وخدم على راسو او هذا تيعطيوه، بغيتي او كرهتي هما تيجوجوك والخيار ديالهم، ماشي بحال هاد الوقت. ايوا يديا بشحال هادي ما مشيهم ليه دابا، وكبروا شرفوا يديا، شو كيف رجعوا ابقى فيهم حاله. صالات الخرافات هي ست زلافه.